اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحه والعافيه. فما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كثروا لنا التعاليق اخواني اخواتي ولي فانز ديالي والفانزات ديالي. وانتم بوركوا تو في با لي لايك؟ ها بوركوا تو في با لي لايك اخوتي؟ ايوا كي جيتكم كي جيتكم وليت كنطير مع الطيور في الفرنسيه، وليت كنطير مع الطيور في الفرنسيه، واش ما في خبركمش؟ وليت كندير لا كور ديال اللغات عند الاستاذ الزرواطي. اي يا خوتي، واش شفتو هو وكي كيدير للفرنسيه؟ وكيعجنها عجينه، يعجنها عجين النار في لاكار. شوفوا شوفوا خوتي شوفوا. برافو، الله يحفظك اختي، احنا قريناها بالفرنسي. انا نعرف واحد اللي ما قريش ما يعرفش بونسوار مون فخير، زعما مساء الخير مون فخير يوسف، خويا يوسف يسوي توجور، زعما ديم توجور برافو عليك ديما واعر. بوركوا بوركوا تي بارلي با بيان؟ بوركوا علي سيلونس اوكيت موا، اشتغل على نفسك. الله يخذ نصيحة من عند الأخ ديالك، يعني حارب أميتك، يعني الأمية الدينية اللي عندك. لا كويزون دو ريف بونسوار مون فخيغ يوسف جزوي توجور افيك برافو، الله يحفظك اختي، احنا قريناها بالفرنسي. انا نعرف واحد اللي ما قريش ما يعرفش بونسوار مون فخيغ، زعما مساء الخير مون فخيغ يوسف، خويا يوسف جزوي توجور، زعما ديم توجور برافو عليك ديما واعر. Pourquoi tu parlais pas bien? Pourquoi? Allez, silence. Occupe-moi. Je t'arrive à l'énfsika. يا ناري، حق مولانا الكريم، حق مولانا الكريم اخوتي وحبابي، الى الغبره ديرها وديرها الغبره، ديرها وتفوتها لهي. الا ما تقولوش لي يا حباباتي، ما تقولوش لي يا اخوتي، الغبره البيضاء ديرها وتفوتها لهي. واش السيد كيشم ويطلع يفرق اللغة قيبان له البشر بحال الدبان؟ ها وسقع القى الغبره هو مولاها، ايوا وبدا كيسطر بلا قانون، وعمني ما كيلقى ما يدار هكا تبان له في الشمه وفي ضريب سطوره، هكا يبقى سطر من هنا سطر من لهي. ايوا لقى الغبره ديالتو، لقى راسو هو مولاها، والتمحق لك وليتي عم خنخن وريوقك مدليه وحناكك هواده، ورجعتي بحال بيتبول. اه وليتي بحالك بحال بيتبول الخالق الناطق. وايكوتي موا وايكوتي موا خوتي، مسيو الزرواطي إلي فو إلي فو، وي والمهطط والميكروب والحريرة الجارية اللي تسلطات علينا، إلا من عند الله مرحبا بها، وإلا من عند الله بغيت ربي ياخذ الحق. واش هذا هو اللي كيمثل الجالية المغربية والمهندسين والأطباء والعلماء والمحامين والقضاة ديال الجالية المغربية، وهو ما قاري التلعبة؟ عباد الله عباد الله، أمي بامتياز، ها عار مولانا لما سير قرا، سير قرا وفيق دوك الخلايا الكلوخية اللي عندك، فيق لي الخلايا الكلوخية اللي عندك، راهما ميتين، راه رقدو شبعو رقيد. يا ناري الكلاخ اللي كتنشر لينا راه كيأثر على الشباب المغربي، كيأثر على المراهقين والتريكة ديال أبو زبال. رئيس الجمعية باسم الملكية عباد الله، جمعية ديال الطلبة والسعاية والممارسات الغير قانونية، وما كيسجدش حتى الهضرة وما كيسجدش حتى الكلام عباد الله. ويعجبنا في التنوعير ويعجبنا في التخلويد، فحال تماما ما دار مع الأخ مول الموتور اللي خرج فضحه وضرب له الطرب خراشو. يا أخوتي، حيتاش ما بغاش يبعد منه، قال لك علاش المحسنين يشريوا لي الموتور، ماشي هو اللي يستاهل هذا الموتور، خاص واحد خر من المجموعة ديالو طبعا الفاشلة
اللي كيقيلوا يسبوا ويعرقوا في عباد الله والاعراض والضرب في عباد الله وفي الشرف ديال عياله الرجال، واحد من هاد المجموعه ديالو الفاشله هو اللي خاصو هاد المطار وداير شوها وقف المحسنين شوكه في حلقهم. علاش تعطيو لهاد مول المطار المطار وما عطيتوش لفلان وفرتلان وعلان؟ علاش لي ما تعطيوش الموتور لشخص من المجموعه ديالي اللي تستاهل هذا الموتور؟ وتبعتي هذا الموتور بغيت لك تتابعه وبغيت لك تتابع والمتبوع. علاش كتحقروا الناس؟ علاش كتحقروا على عباد الله؟ علاش كتحقروا الناس اللي ما فحالهاش والناس الضعيفه؟ علاش كتحقر عباد الله؟ بغيت ربي يجيب لك اللي يحقر عليك. بغيت ربي يجيب لك اللي يحقر عليك وتحس بيها وتحس كيفاش كيحسوا الناس ملي كتحقر عليهم وتظلمهم. اش دار ليك هذا الراجل يا النصاب؟ اش دار ليك هذا الراجل يا المجرم؟ ما طلبك، ما سعاك، ما ظرفك، وانت قلبك باغي يسكت لك وباغي يسكت لك القلب على داك الموتور اللي عطاوه ليه المحسنين. علاش اللي عطيتو ليه هاد الموتور وما عطيتوش لواحد اخر؟ ولينا دابا نديرو الخير ونتشرطوا على مولاه. اي ولينا خويا نديرو الخير ونتشرطوا على مواليه. اشكون تكون انت يا ابو زبال؟ شكون تكون انت يا الحشره المضره؟ رئيس الجمعيه بوزباليه اللي اخر ايامتهم المحسنين وليتي كتامر فيهم لمن يعطيو ولمن ما يعطيوش. هادي ممارسات مشبوه فيها، هاد الممارسات كتسمى بالابتزاز. هذا هو الابتزاز اللي كدير فيه يا الجمعاوي الخرخوري. وهادو هما الطرق اللي كتمشيو عليها، كتمول العصابه اللي معاك باش تهدد في عباد الله وصيفتيهم المول الموتور يهدوه. علاش خدا الموتور؟ ما كانش عليه هي خد هاد الموتور. جاو عندو المحسنين رد ليهم الموتور. ما كانش عليه قال لك ياخد الموتور من عند المحسنين. اشنو بغيتوه مثلا يدير؟ يجيبو ليكم ويقدم الولاء الكبيركم والذي علمكم النصب؟ يصلي معاكم للبودة ديالكم يا النصابين يا المحتالين؟ بغيتي تاكل قلبك يا الجمعاوي؟ الجمعاوي الفاشل، الجمعاوي الامي، جمعاوي امي بامتياز، كيتامر على عباد الله وكيامر المحسنين هل من تعطيو هل من ما تعطيوش، وعلاش عطيتو لفلان وعطيتو لفرتلان وعطيتو لعلان؟ ايوا تسناو ليا يا المحسنين غتاخذوا اشد عقوبه من عند هذا الجمعاوي اللي كيمثلكم انكم اللي تكونوا تبوسوا رجالاتكم كتخايلوه. داكشي علاش غاديين وكتخبوا عليه بزاطمكم وكترضاو على راسكم؟ دابا هذا هو المشكل، كترضاو على راسكم انكم تسمعوا هذا الكلام من عند انسان فاشل اللي ما كيفرق بين اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، ما كيعرف من ليف من الزرواطه، انسان جاهل بامتياز. خوتي وحبابي هزوا عليا هاد الخراجه، هذا راه خاص شي واحد يدير فيه الخير، يدير شي سكويله يتسكوي العشويه. يا ناري مالك اجال والمكلخ وعينك عاف الفلوس؟ سلامة يا ربي، علموا الف باء تاء وتنسيق الجمل بالدرهم، كل درهم لصقوا ليه فيها حرف. ايوا وديك الساعه عاد غيفهم ويقرا. ومن الاحسن من الاحسن انكم ديروا 4000 ريالات، كل 4000 كتبوا فيها حرف، وديك الساعه غتفرجوا مزيان السيد غيولي طاير مع الطيور في الفرنسيه وفي اللغه العربيه. والله يا خياتي وحباباتي تيولي مجتهد من الدرجه الاولى. اي خوتي الى هنا ننهي حلقه اليوم، ما تبخلوش علينا باللايكات بالبارتاج، كثروا لنا التعاليق، بغيت الفيديو وصل للعديد من المتابعين. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.